حلقاته، ولكن أنا بدي أستثمر وجودك معنا أستاذ أحمد، ومن خلال خبرتك واطلاعك على المستوى الإعلامي، وأتحدث أنا الآن على المستوى العربي، وشاهدنا يمكن الدراما العربية التي كان فيها رسائل أثارت ضجة كبيرة على مستوى الشارع العربي، التي تتبنى الرواية الصهيونية، رواية العدو على حساب روايتك العربية الإسلامية الفلسطينية. ما رأيك بما بث لغاية الآن في شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بهذا الجانب والرسائل التطبيعية في بعض الأعمال؟ سيد العزيز، أنا شخصيا غير متفاجئ، لأنه التمهيد يحدث من فترة طويلة. وإذا منلاحظ في كان أعمال درامية تخرج من نفس القناة أو قنوات شقيقة ومشابهة لها، كانت تحاول أن توصل نفس الرسائل لكن بطريقة أكثر يمكن نعومة من هذه المرة. هذه المرة واضح بأنها طريقة فجة وواضحة تماما، ويعني مدروسة. هم يريدون أن يغيروا الآن في نمط تفكير المواطن العربي. وفي مثل بيقول لك اللي بيعمل الحراث بيطيب للمعلم، فأنا بعتقد أن هذه القنوات لم تأتي من باب الصدفة أن تخرج هذه الأعمال الدرامية تحديدا في هذه الفترة. وإحنا شفنا في ما سبقها كان في عمليات تطبيعية على مستويات يعني متدنية بس تدريجية واضحة جدا، ويمكن شفنا كثير فيديوهات كاملة. للأسف مواطن سعودي بيحكي مع نتنياهو وبيبارك له بالفوز وبيقول له أنا ليكودي ومع ذلك لم يحدث أي شيء لهذا المواطن، بالعكس كان هناك رضا يمكن عنه. فما يأتي في دراما هذا العام هو يأتي في نفس السياق اللي ماشي في هذه الأنظمة نحو التطبيع، بالعكس هو يخدم رسائلها. يعني كانوا بالسابق بالعقل يحكوا، الآن عينك عينك، هي هاي الاختلاف. السابق كان يعني أكثر خجلا، يعني طرح التطبيع إحنا نعرف في يمكن في أحد أجزاء باب الحارة تم يعني تعرض لقصة اليهود وحقهم وإلى آخره، ويمكن أنت شفت، لكن هذه المرة لا. في وإذا لاحظت الحوار اللي صار بين الاثنين، بين الفنان ناصر القصبي والممثل الآخر، المساحة الكبرى أعطيت للممثل الآخر، بينما ناصر القصبي يرد يعني ببرود وبالشجاع، يعني كأنهم يريدوا أن يعطوا المساحة ليعبر عن ذاته هذاك الشخص أكثر ويكون مقنعا أكثر، وهذا الرجل يبدو مرتبكا يعني ما بدوش يجاوب. فهذه أيضا بالسيناريو باللي بيكتب النصوص بيعرف بأنه هذه ملعوبة لعملية غسيل دماغ المشاهد العربي. هل تعتقد أنه يعني الأهداف تتحقق، أم أنه الوعي قادر على التمييز بين الخبيث والطيب؟ لا يا سيدي، لا يعني عمرها بحياة الدراما لا تغير في قناعات الشعوب، وبالذات القضايا المصيرية بالنسبة لنا. فلسطين والقدس هذه هوية، يعني أعطيني في أي بيت عربي وبيت فلسطيني وبيت أردني لا توجد صورة للأقصى في البيوت. كأنها أحد الأعزاء وكأن أحد الأقارب إلنا، فهذه القضية الوجدانية لا تمحى لا بمشهد درامي ولا بأم هارون ولا بأم شارون ولا بأم ولا حتى بمخرج سبعة. وبالعكس أنت تلاحظ أن حملات المقاطعة الآن صح لهذه القنوات أصبحت شاسعة وذات مردود كبير، لكن أنا أسف على حياة الفنانين أحيانا الذين يريدون أن يختموا حياتهم الفنية بشيء مهين وشبه في تاريخه. مثل ناصر القصبي وحياة الفهد. للأسف الشديد، الفكرة أنه يعني اللي ذكرته حضرتك طيب للمعلم، وهذه هو الخطورة في هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك على وقتك أستاذ أحمد.